حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من جدر الوالدة. حيا الله أمي، شخبارك؟ حيا إن شاء الله حبيبتي. وش حالك أمي؟ الله يحييك ويبقيك. الحمد لله زين أمي. يا مرحبا. وش حال الأهل والوالدة كلهم جميعا؟ الله يسلمك ويعافيك. يا مرحبا بيك. أنت شو صحتك اليوم؟ الحمد لله، أحمد الله وشكره حبيبتي. الحمد لله لك يا رب. خليني أضيفك أمي. أمي خبريني، قبل أنتم كنتوا تستخدمون في بيوتكم الدخون، شو كنتوا تسوون؟ هل انتم يعني تخدمونه بروحكم؟ نعم، نخدم بروحنا، ناخذ سحالة العود وناخذ المورد وناخذ الصندل وناخذ، يعني متوفر عندكم؟ ايه كل شيء متوفر. انواع الطيب للحين الحمد لله متوفر. ندق روحنا، ندق في المنحاز وناخذناه، بعدين غيرنا طبقنا للعنبره والمسك وحطينا خلطنا مع بعض، يخمرونه شويه لين شويه يعجن مع بعض، بعدين جبنا الصينيه شريناه على الصينية. عقب ما شرينا صبينا عليه المسك من فوق، صبينا عليه المسك وصبينا عليه الصندل، سويناه مرة شكل الخبزة شكل على دار ما دار الصينية. خلينا شوية ينشف، جبنا لي 60 وربعنا، ربعوه مرة قصصوها شكل شكل ريالات 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 اللي نشف، ما نحطيه بالشمس، جبنا شمت خشيناه تحت الكرفاية أو بالحجرة ما يضرب الشمس. لا، إذا ضربت الشمس، نحن بتقاليدنا نقول إذا ضربت الشمس الريحة تشيلها، يعني الروائح اللي أنت مخامرة أنها تشيلها فأحسن يتخمر عند الداخل، داخل الحجرة نشغل عليه المروحة ونحط عليه لين يومين. يومين شفناه خلاص قلبنا على صوب على برد، قلبنا يبنى ماشي غرشات ماشي شيء، قراطيس في الطاسة مال السميد حطينا ربطينا، اللي بتبيعي على أنتين والما بتبيعي توزعي على جيرانش. عطيت يا تشال الحرمة حبيبتي، أنا مسوية دخون، يربي هاي الدخون. ومتى تدخنون؟ بس يعني تدخنون ملابسكم؟ لا، ندخن البيت عقب ما طبخنا، دخلنا البيت حد يا نظيف، ندخن الريال بس يصلي يا الظهر العصر، هاي الدخون يمشي دخون وايد، النار ما تنطب النار، السمر واقد ما تلات كل حين بتشبك الحين بتشبك. خذت اليمر وش اسمه، يمرة واحدة وش حالاته، حطيت بها فيها المدخن، ما باش بعد في ما باش حطينا الدخن حتى لو الريال يدري وين المدخن، دخن سايصل العصر المغرب الصبح هذا الدخون يمشي. يعني الطيب انت قلتي لي موجود عندكم المسك، وبعد شو عندكم؟ العنبر، الدهن الورد، شو اسمه، دهن زعفران، المجموع، كل شيء الحين هذا اللي يستورد اول ما فيه الحين كل شيء. اللبان اهم شيء بعد عندكم؟ ايه اللبان بعد لازم يحطوا عليه شكل العطر، يصبوا عليه اللبان مش يسووا فيه عقب ما يطبخوا، عقب ما خلصوا الطباخ ولا شيء حطوا اللبان في المطبخ يشيل الريحه مال الطبخ، يشيله وعن نحاس ولا مكروبات ولا شيء يحطوه في البيت. احنا لا طبخنا سمك نسوي البان عشان يروح عن الريحه تروح، وهذا اول حبيبتي. حتى بالحرمل حتى بدوا الخطف هذا دخونهم خاص، اذا دخنوا ثياب الياهل، اذا دخنوا من المنز ماله شاطوحته افراشه، يطلع الولد شحلاته مقند ما شاء الله من الدخون هذا. الا الاطفال خاص بعد دخونهم، ما ندخنهم الدخون الدخن. شو اللي يستخدمونه؟ دواء الخطف، البان، هي لا هذا شو اسمه الحرمل، هذا ندخن فيه الياهل. يعني الاشياء الثانيه تكون يعني وايد ثقيله عليها؟ هي لا ثقيله وايد، لانه ما زين تدخني في مساك، وهذا هو طفل. صح. اي لان الطفل اللي بعد دخون خاص. اي دواء الخطف ندخن شاطوحته، ملابسه دخلناها على مدخنه، عقب ما خلصت طبقيناها في سوالفك حلوه امي وما تنمل. خبرين شو طبختنا اليوم؟ اليوم طبختنا عيش ابيض وسمك مقلط. زين، شيء قاصر انك من الجمعيه اخذتك؟ ابغى قرفه نعيمه حبيبي عندي. القرفه النعيمه، في شيء ثاني بعد؟ الا بس موجود. ان شاء الله، خلينا اروح الجمعيه اخذ لك اياها وارجع. ايه يلا الله يحفظك. وصلنا اليوم الجمعيه، راح اخذ الجرفه الناعمه حق طبختنا اليوم سمك مقلي. احتاج الجرفه الناعمه، وين الجرفه الناعمه هذه؟ خل اخذ منها ثنتين. وتعرفوا مشاهدينا ان الجرفه الناعمه تقلل من خطر الاصابه من مرض الزهايمر؟
خلونا نصير حق أمي أم أحمد نخلص طبختنا. أمي هذه القرفة الناعمة. إيه زين جزاك شاء الله خير. خبرينا أكثر على مكوناتنا طبختنا اليوم. ما شاء الله مكونات السمك المقلي مع العيش الأبيض. عندنا السمك، عندنا الفلفل الناشف، عندنا الفلفل الأسود، عندنا الفلفل الحب، عندنا الكمون الناعم، عندنا القرفة الناعمة، عندنا النجمة، عندنا الليمون، وعندنا الهيل الحب، وعندنا الكسبرة الحب، وعندنا الملح، وعندنا الكركم، عندنا الثوم الناعم، وعندنا الهيل الناعم، عندنا الزيت، عندنا العيش، عندنا الليمون الأصفر، عندنا الليمون الأخضر، عندنا الثوم، عندنا الطماط، عندنا البصل الأخضر، عندنا البصل الناشف، عندنا ورق البرياني، عندنا النعناع، وعندنا البقدونس، وعندنا الكسبرة. ندى طبخة. إيه الحين هذا كل شيء عادة. تبين أبا تقص لي شوية؟ كم بصل تبين؟ بصل وحدة. والطماط؟ طماطة وحدة. إن شاء الله. من كل راك شوي شوي حبيبي. أول ما بحط الملح. الملح. هذا هو الملح. شوي. عشان الملح لازم شوي يستملح السمك. ما يتكسر عنها. بحط عليه الكركم. هذا الكركم. قفشة واحدة. بزار العربي. قفشتين. القرفة قفشة. قفشتك. قرفة. شوية فلفل أسود. ما وايد. شوية ثوم ناعم. هنا شبينا عليه النار. اسرع لي شوية حبيبي. الحين حطينا الدواء. انا بصب شوية دهن عشان يحمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يحمي الدهن. كل ما حمى الدهن. بسم الله الرحمن الرحيم. نثبت هاي الزكار شوية عشان ما ينصب يطيح عنه. امي شي الطماطم بينها؟ نتأكد منه. امي الطماط شيت بينهم؟ اي ها خلط. لازم اخلطه في دي في القفشه ما يصير. ها عشان اسوي المكس مع بعض. تخلطيهم مع بعض؟ اخلطهم مع بعض طبعا. ها هذا الخلط. حطيت قرفه قفشه قرفه، قفشتين بزار، قفشه ونص ملح. اي شيء حق المقله لازم تخلطي فيه. تتحطي بقفشه بقفشه ما يوصل. مكانات يجي عليه ومكانات مي. خلطته. شوف الملح لازم يجي اغلب شوي على البهارات. الملح يبقى اغلب على البهارات عشان ياخذ ملوحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين هذا بحطيه على جهه. هذا وتوزعينه عدل. ايه تبله عدل. لازم أقلبه على جهة ثانية. إذا ما حايشنا لازم تسوي زين. الحين بتسوي دياي، بتسوي لحم، بتسوي دياي. لازم تتبيلة صحيحة. هي. تبلنا خلصنا. بنحطيه هنا عشان أجيب الثانية. إذا ما حاشا لذاك لازم تكمل لي تخلط لي. نحن بزيد عنك مثل التتبيلة ولا بزيد عنك شيء. خلاص احتفظ فيه بعد. لا تصبه برا. احتفظ فيه. بتحط بتسوي سمك. هذا خاص للسمك. لا تحطي فيه الدياي ولا اللحم. هاي خاص للسمك. من تبناه شوف ما طلع. لو بتسويها شكلها خلاص متبل ما ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا
تبناه مرة ثانية. هذا القطعة الأخيرة طبعا البزيد لازم نحطيه بالهذا، ما بين العظم ها ما يحوشه تحطه أنت. هي تقلبه على هالصوب. سويتي على القياس؟ إيه سويته خلاص من صوبين. الحين هاي ما حاشناها تحطي فيه بس. تبناه خلاص، الحين بشيله بحطي هنا بحطي هنا خلاص. تبناه مع بعض هذا بشيله. يلا الحين نقليه ولا بتخلينا؟ أمي تخلينا شوي عقب تقلينا ولا؟ شوي لين ما يحر الدهن أمي. هي. بسم الله. لما يحر الدهن شوي بنقدر نحطي عشان يستملح. ياخذ واحده. ياخذ بشوف العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. امي بعد تبينا قصله شيء من هني؟ بصل الاخضر قصلي واحد. هي. وقصلي ثوم بعد حبه واحده. ان شاء الله. والكزبره والنعناع والبقدونس عشان اخلطه مع هالخلطه حبيبي. ان شاء الله. بسم الله. هي. هذا ورق الرار، هذا شوية ما بحط لي وايد لأنه عيش أبيض. هذا النجمة القرفة حطيت بحط عليه شوية زيت عشان ليش نحط عليه زيت؟ ما يشبك هذا العيش، يتم الحبة على حالها نفلة. نثري. يوم احط الزيت. ها؟ اذا حطيت الزيت يطلع لي نثري العيش. هي نثري هي، اذا ما حطيت الزيت يطلع هو يطلع زين بس يشبك على بعض. الحين ملحنا الماي نترياه شويه يطبخ مع ورق الغار ويحمي هذا التاوى حق السمك. صغار تبينه؟ ايه ما صغار حبيبي، نص شوي. نص ايه نص نص ان شاء الله. ليه تحمي التاوى؟ الحين ما نقدر نحط السمك على شيء بارد. هي. بنجرب السمك الحين لان هي قبل حاره. بسم الله. تحملي مي عن يطش. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي عشان ما ننضر. هي. بعدين يا ريت الدهن طشر حطوا عليه ملح او سكروا. بسم الله. الغار نحطي عشان ما نطلع وزنها. هي. نسكر عليه عشان ما يحوشنا الحراره، ما يحوشنا الدهن. هي. هي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف هذا سمكنا. شوي شوي ما وايد عشان ما ننظر بالماي الحار بالدهن الحار او ماي او شوي على الراحات. الراحات مره نسكر عشان عشان ما يطلع علينا الدهن ينفط علينا ولا يحرقنا. الحين طبخ ماي العيش. ماي عيشنا طبخ، بنقط العيش الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عيشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. منطبخ الماي خلاص حطينا العيش. ليش نصبر لين يطبخ الماي؟ بسم الله. طبخنا الماي واختلط مع الفلفل، ورق الغار الناشف حطينا. أراحتك تبى ناشف تبى هذا أراحتك. حد يحطي وحد ما يحطي بعد. هي. على حساب رغبتك، لكن يوم العيش فيه نكهة تاكله فاضي كذا ما تقدري حتى تاكله من دون أحلى، لأنه نكهته حلوة ونغيمة وجسيم تقدري تاكله.
انت تاكلي هالشكل ما في شيء اي شيء ناشف الشكل حبيبتي على تعيش حلوه ما شاء الله تبارك الله في الطبخه تستوي احلى صح ايه ومغسول بوقت ما خذ راحته بسم الله الرحمن الرحيم الحين احنا ندور بالعيش عشان يخلط معنا نشوف ملحنا ما ملحته خلينا ينخلط مع بعض الحين بملحه امي بسم الله الرحمن الرحيم ما ملحته اول الحين بملحه والملح ما تكثرين ايه ما كثر الملح على تبغين انتي تسوي القفشه العوده انا ما بغيت قفشه عوده بغيت قفشه هذا عشان انا اعرف لي القفشه العوده اذا قوطي واحد قفشتين اذا قوطيين قفشتين ونص عباره كل قفشه كل قوطي قفشتين الحين انا حطيت العيش أتريا يطبخ خلاص بنشخله أجهز هذا مع الغرافنة السمك من ياخذ لونه يكون ذهبي يعني خلاص وقلبه ثلاث قلبات لون ذهبي هي. انت الحين بتسوي لون مال البهارات لكن ما ناضي داخل هي. بس أخليه على نار هادية وأقلبه نار هادية روحه بروحه بينضف الحين اشوفي انا الحين بقصر عليه نار هاديه روحه بينضي منصوبين لانه الدهن مغرقنا تري عيشنا يطبخ الحين يطبخ العيشه نشيل عنه السكر عشان ما يطفر ياذينا الحين بنشخله بسم الله الرحمن الرحيم خلاص السمك خلصناه سمكنا خلص ان شاء الله تسكر القدر ثواني ان شاء الله بيسكر العيش الحين نشخله ان شاء الله دقائق قدرنا جاهز ان شاء الله ومو يتحمل اي حال عشان نشله نقدر نشل القدر عشان ما نتاذى بالماي الحار هي. بسم الله الرحمن الرحيم عاد مع السمك ضروري بسم الله الرحمن الرحيم أبند على السمك أمي لما خلي يسكر حبيبي ينضي حبيبتي انا خلاص ريحته طلعت ما عليه ريحته تطلع بعدين خلي شويه يخلص سكر هذا بنسكر هذا نضيف عليه شويه شويه كركم هذا حق العيش حق العيش نعم هذا حق العيش عشان بيستوي استوى الحين عيشنا باقي ان شاء الله ثواني دقائق ان شاء الله ان شاء الله لحم عيش خلص وهذا خلص بسم الله الحين العيش بتسوينه فوق الزيت طبعا بحطينا هذا عيشنا خلص العيش وخلص السمك حار مرة بسم الله الحين بضيف قليل هذا خلاص
احتاجينا مي البقدونس والكزبرة والنعناع. ها؟ البقدونس والكزبرة والنعناع حق العيش. هي بضيف عليها بشيل السمت له. هي. عشان أخاف يستوي السمت. الحين سوينا الجرفة. عمي؟ الجرفة. هي. وين السكر هذا؟ أنا بضيف عليه هنا. حبيبي. السمك الحين بطلعه ما قدرت اخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمكنا خلص، بقلي شويه من هذاك واحطي عليه. تحملي يا امي. بسم الله. سمكنا خلص ونتري العيش ان شاء الله. تقلين البصل والطماط. هذه بصل. هالبصل والطماط بتحطينه فوق ال هي فوق العيش. هاي البصل وهذا الخلطة، بخلطها كلها مع بعض حبيبتي. يودي هذا خلاص. هذه تكون حبال السمك. هي هاي للسمك. بحطي بغرف العيش وبحط السمك، وهاي بحطي في برده. هذا لازم نحمر لي شويه البصل، نحمر لي هذا عشان تعطيك نغيم للاكله مع السمك. طبختنا جاهزه وهذا الخلطه الحين جاهزه. ان شاء الله دقائق وجاهز للغرض. ان شاء الله. تريونا مشاهدينا دقائق وطبختنا راح تكون جاهزه للغرض. يلا بسم الله. هذا جدرنا خلص، والحين ابو السمك خلص، وهذا الخلطه ماله خلص. نجيب بسم الله. خليني ودي حبيبتي ودي هذا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تحمل امي. يلا ما عليك تحمل. ودي زين. ودي انا ما يودي. ودي زين زمي. ما علي انا ميودة ما عليك. تحمل الدهن حوليش. العيش خلص، سمتنا خلص، وخلطتنا خلصت. يلا بس تسكرين على الجدر. حط حط يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حملي بس امي. بسم الله. هاي سمتنا نحطيها شكل، وسمتها هذه بعد. هاي السمك مالنا. اليوم طبختنا عاد غير. اي اليوم اليوم هذه هذا بنحطيه منه حولي، وهذا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اذا نحن مو حابين نحطه، اذا مو بحابين عادي. بس هاي لانها على طريقتك. على كل واحد يعني يحب هذا. هي. سوي ما في مشكله. ما في مشكله، على راحتك. انت تبي تسوي سوي، ما تبي تسوي لا تسوي، ما في مشكله. هي. لكن تاخذي هالشكل احسن، تسلي بالاكله. نغيمه. يلا حطينا كل شيء عليه. هني يلا يبي التوزيع الحين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الليمون والكزبره. هذا الليمون والعناب. الا اول بحطيها يعني. بحطيها هاي الشكل شويه شويه شويه.
ليمون بعدين. ليمونه لازم. السمك لازم ليمون. ليمون سمك لازم ليمون امي. سمكنا يلا. ايش رايك بنيتي؟ طول عمرك وما قصرتي، جزاك الله الف خير. طبخة. جزاك الله الف خير، ما قصرتي امي. جزاك الله خير انت بعد. ويعطيك العافية. الله يعافيك، انت بعد وياي ما قصرتي. موجودة عشانك امي. الله يعطيك العافية والصحة. ويعافيك يا رب. يا مرحبا. شكرا مشاهدينا على متابعتكم، طبختنا اليوم كانت عيش ابيض مع سمك مقلي. طبقوها على طريقة امي ام احمد. مع السلامة.